حكومة الوفاق تتقدم خطوة للأمام نحو بسط نفوذها على ليبيا بعد تنحي حكومة الغوي الغير المعترف بها دولياً. الحكومة اليمنية تجري قريباً تعديلات في الحقائب الوزارية وتغييرات في فريق التفاوض المشارك في مشاورات الكويت. مقاتلو المعارضة يسقطون ثاني طائرة للنظام السوري في أقل من شهر، والولايات المتحدة تقول إن الأسد لا يمتلك القدرة على توحيد البلاد. ائتلاف دعم مصر يشيع رئيسه ويتأهب للمنافسة على المناصب القيادية في مجلس النواب. رحيل الشاعر التونسي محمد صغير المعروف بكتاباته المعارضة لحكم زين العابدين بن علي.